ختام الحلقة ختام مختلف ليه ختام مختلف لأنه ضيفنا اللي منورنا النهاردة وإحنا حاولنا يعني ناخد منه وقت سريعا جدا علشان هو مسافر بعد ساعات راجع مرة تانية للولايات المتحدة الأمريكية كان موجود هنا كام يوم بس في القاهرة لكن جزء من شغلنا أو جزء من اهتمامنا إن إحنا دايما نتعامل مع شباب متفوق إحنا كنا لسه بنتكلم من كام يوم مع ميار والنهارده بنتكلم مع مروان القماش. مروان القماش بيعمل اسم مهم وانجاز كبير في عالم السباحه في عالم رياضه السباحه على المستوى الدولي. انا قبل ما يقعد على طول قلت له مروان القهر مايكل فيليبس. مايكل فيليبس للناس اللي مش عارفه موضوع السباحه او الناس اللي مش متابعه السباحه واحد من اساطير يعني هقول لكم على حاجه هو النسخه بتاعه القرن الجديد من لو قالوا مثلا اول ما تقول الملاكمه فتقول محمد علي كلاي. اول ما تقول كوره فتقول مارادونا مثلا او تقول ميسي او تقول الاسماء دي لما تقول سباحه تقول مايكل فيلبس مروان هو اللي قهر مايكل فيلبس الحدث الرياضي اللي جاي اللي هينافس فيه على طول هو طوكيو ان شاء الله اولمبياد طوكيو الاحداث الاخيره المسابقات الاخيره الامريكان وصفوه بانه حقق ارقام لم يتم تحقيقها من قبل فرصه ان انا اتعرف عليك والناس تشوفك معانا ازاي ازاي أه قبل كل حاجه انا مبسوط وفخور جدا اني طلعت معاك النهارده ربنا يخليك يا عم انا اللي فخور ان انا لا انا معاك. انا انا بكلمك بجد <applause> يعني انت عندك 27 سنه ابتديت تحقق ارقام السنتين ثلاثه اللي فاتوا كانوا سنتين الحمد لله ايجابيين الحمد جدا الله. كويس اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي دي انت داخل على طوكيو بتعمل ايه بتريح بعد المسابقات الكتير اللي انت عملتها انت لغايه شهر مارس شغال في مسابقات بتريح بتتدرب بتعمل ايه؟ لا لا مفيش راحه طبعا أنا مفيش راحه انا هخلص البطوله النهارده بكره الصبح <applause> عندي آه، تمرين آه، مش تمرين واحد تمرينين اه احنا بنتمرن آه، في اليوم 16 كيلو تقريبا عشان انا بعمل سباقات يعني ديستنس اكتر 400 آه. و 800 400 و 800 اه بالظبط و دي كان 400 حر 400 في 2016 في م. ريو اوكي آه، كنت برضو محطم رقم مصر كنت و 16. يعني آه. من احسن 2016 يعني احنا بنتكلم من خمس سنين كان عندك 22 سنه كان عندي 22 سنه وكنت آه متاهل وانا عندي 20 سنه انت ابتديت امتى؟ انا ابتديت وانا صغير ابتديت وانا عندي مثلا ست سنين آه، بس زي اي حد بي بي يعني عايز يجرب الرياضه آه، بابا ومامته ودوه النادي يدخل السباحه بالظبط وبابا ومامته يتعبوا قوي لانه طول النهار مدرسه وبالليل تدريب وانت تطلع من الحمام بايش وخلصان صح؟ <applause> 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 وكلور واكل جسمك وكده يعني بالظبط وبس انا لما كبرت شويه يمكن عند 15 سنه حبيت الموضوع يعني عندي هدف عندي حلم عايز اسعى له عند 18 سنه كان كان حلمي ان انا يبقى يجي لي منحه في امريكا اعرف اتعلم وفي نفس الوقت أه. أه. تتدرب اتدرب ومش اتدرب بس اتدرب على مستوى يعني يبقى حواليا ناس نفس الهدف ناس عايزه في عايزة عايزة تبقى في الأولمبياد عايز مش عايز تبقى تشارك بس بس عايز تبقى في النهائيات عايزة تجيب ميداليه فالناس اللي حواليك ليها تاثير كبير جدا عليك, عليك ده اللي يعني. انتوا بتسموه الاحتكاك صح بالزبط. في الرياضه بتاع اهل الرياضه الم... كلهم بيقولوا هو ده المنافسه المنافسه اهم حاجه لازم لازم ابقى على طول عايز انافس اللي جنبي سواء م. مش لازم يعني مش في السباق بس لازم كل يوم في التمرين عايز ابقى احسن من اللي جنبي عايز لو كسبني النهارده انا انتوا تم... بتد... بتتدربوا كفريق كامل ولا بتتدربوا كل واحد لوحده لا فريق. لا فريق انا دي اهم حاجه في السباحه انت لازم يكون في حد عشان السباحه ممكن تبقى مش مش ممله بس لما هتعوم كل يوم 16 كيلو <تصفيق> <تصفيق> آه ساعات ممكن يبقى في ملل او كده فهي المنافسه هي اللي بتحلي الدنيا يعني انت على طول عايز تسابق اللي جنبك عايز تكسبه آه وده اللي بيحسني وبيحسن اللي انا بتمرن معاه اول رقم حققته الامريكان على المستوى الرياضي يتعاملوا معاك ازاي؟ هو لا لازم طبعا لما اتأهلت في 2015 للاولمبياد انا اصلا كان كنت نازل البطوله غرضي ان انا اتأهل بطولة العالم في 2015 يعني الاولمبياد يعني ما كانش يعني طبعا على نفسي ده حلم اي حد اي رياضي ان هو يشارك في الاولمبياد بس ما كانش ما كانش ده هدفي بس نزلت جبت رقم من الاولمبياد من ساعتها بقى كان يعني موضوع مختلف شويه وكمان كان في في 2016 كانت اول مره ان يعني احنا حد يتاهل بالاي كات الاي كات ده لازم تبقى من احسن 16 سباحه على العالم أه قبل كده كنا كنا بنمثل يعني نروح الاولمبياد يعني تمثيل مشرف, مشارف. يعتبر اللي هو بيبقى فيه ولد وبنت هي. بس لا الـ 2016 كان كنا متاهلين بالاي كاتس وما كانش سهل يعني اه فانت دلوقتي يعني انت التصنيف زي ما بيبقى فيه تصنيف في التنس وزي ما بيبقى فيه تصنيف في السكواش والحاجات دي انت دلوقتي متصنف لازم تبقى ضمن احسن 16 العالم تمام انت تصنيفك رقم كام دلوقتي؟ انا دلوقتي في ال 800 التاسع في 800 التاسع تمام هل فعلا الامريكان هم السوبر باور في الرياضه دي طول عمرهم؟ السباقات اللي انا بعملها. لا السباقات اللي انت بتعملها بس هم طبعا, طبعاً هم المصدرين حاليا في السباقات اللي انا اللي انا بتمرن لها يعني مش مش اجمد مش اجمد سباحين في, في اه مين اجمد سباحين في ايطاليا 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 طبعا